محترم مکرم معظم قاری ندیم نجفی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور کلام باری تعالیٰ سے تلاوت کلام ربانی سے اس جشن کا آغاز کریں. آپ حضرات بلند ترین نعرہ صلوات سے قاری ندیم صاحب کا خیر مقدم فرمائیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة ولا وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وما ذبح على النصب وأن تقسموا بالأظلام وما زبح على النصوب وأن تستقسموا بالأظلام ذلكم فسق اليوم يعس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم اليوم يعس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن يسطو في مقمصة غير متجانف لعصم فإن الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد.